نتائج سحب الجوائز على فوازير رمضان للإذاعة والتلفزيون. يلا يا منى يا شاطرة، خذي لنا واحدة. حركي المرق عدل. ألف وتسعمية وثمانية وخمسين. الفائزة عيسى حارب حمود. فاز بالجائزة الأولى، والجائزة الأولى هي سيارة رينو. موسى جواد مختار من دائرة الكهرباء روي. الجائزة الثالثة ثلاجة 14 قدم. 914 عبد الرحمن محمد أحمد اليماني صحار سلطنة عمان. بالجائزة الرابعة وهي عبارة عن تلفزيون ملون 14 بوصة. 349 باسم الأخت خديجة جواد عبد الله صندوق بريد 296 مسقط. الجائزة العاشرة آلة حاسبة إلكترونية عيسى حارب حمود سيارة رينو. تهانينا للفائزين ونرجو للأخوة والأخوات الذين لم يحالفهم الحظ في هذا العام أن يحالفهم الحظ في المسابقات القادمة بإذن الله.